حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمه ان ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ائتيا ابا سعيد فاسمعا من حديثه فاتيناه وهو واخوه في حائط لهما يسقيانه فلما رانا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنه لبنه وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن راسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئه الباقيه عمار يدعوهم الى الله ويدعونه الى النار